عليها مالها؟ ما فيهاش بحر؟ على رايح جاي، عارف المش غير على رايح قارب جاي؟ ثانية أول ما أفتح الفيديو عارف غير على رايح جاي؟ عارف المش أيوه. على رايح جاي؟ أنا عارف، أنت عارفه؟ سموه لي اسم على رايح جاي. شوف أنت بقى، علي كناية عن المثل المعروف، أنا أوديك البحر وأجيبك عطشان. أيوه أنت بتروح الإسماعيلية تيجي مفيش مية وترجع عطشان تاني. آه فسميت كناية عن هذا الاسم. عشان ما فيهاش مية، عشان ما فيهاش مية بتروح وتقول في بحر في بحر وترجع. ما فيش بحر. فأنا أوديك الإسماعيلية وأرجعك عطشان. يعني هي ما فيهاش بحر. مش بحر ولا قناة ولا ترعة ولا زريبة حتى ولا قناة ولا قناة سويس. الفضاء مريخ يعني فيها فيها بحر، فيها طين وجلة، فيها بحر؟ لا فيها قناة، فيها مانجا بس. مانجا دي مانجا متفقين عليها، معروفين مانجا صراحة، مين مانجا متفقين عليها. فيها ما فيهاش بحر، فيها قناة، فيها قناة ولا ما فيهاش؟ لا 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 لا، عشان على الجراد هناك في الصحراء. صحراء والله كلها، انا عديت عليها. اوعى تقول لي فايت تبعكم، انا ما اعرفش فايت تبعكم ولا لا. يعني فايت على البحر؟ لا انا بتكلم على اسماعيليه، ما بتكلمش على فايد. معرفش هي تبع بس اسماعيليه ولا انا معرفش. لا فايد مش تبع اسماعيليه طبعا خالص، دي حته ودي حته ثانيه. جنبك على طول يا عم. لا بس دي محافظه، دي محافظه ثانيه. اسماعيليه فيها بحر ولا لا؟ لا ما فيهاش. فيها قناه ولا لا؟ قناه ايه؟ قناه اي قناه سويس مثلا؟ لا في قناه جايه من النيل ولا حاجه انا ما اعرفهاش. في قناه سويس؟ قناه سويس ما فيش، ما تعديش اصلا اسماعيليه. تمام، بتيجي من السويس تروح فين هي قناة السويس؟ دي بتيجي من البحر الأحمر وهي طالعة على البحر المتوسط. الأبيض المتوسط يعني. قناة السويس معروفة. ما تمرش على إسماعيلية، لكن ممكن تمر على إيه؟ على فايد صح؟ لا فايد فين؟ فايد ناحية البحر المتوسط. أيوه. ناحية البحر المتوسط. يعني بتبص على الأحمر ولا على المتوسط؟ فايد ناحية البحر المتوسط. فوق، أنا كنت بعدي عليها يا عم. ما تبصش على البحر الأحمر. إيه دي؟ فايد لا ما بتمشي على البحر الاحمر، على البحر الابيض، على البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط يعني جنب اسكندريه؟ اللي جنب اسكندريه. طب جنب بورسعيد؟ جنب بورسعيد، جنب دمياط. تشتغلني تشتغلني. طب لبنان؟ جنب لبنان. انت مش عارف؟ انت عارف ولا مش عارف؟ لا مش عارف. خلاص عرفت. انا بسجل لك فيديو. طب ما تصور. لا فهمني فهمني. لا لا انا اصور لك فيديو. لا انت عار على المصريين. يا شباب ده نتيجه الغربه، ده كان مرمي في السعوديه هنا حفر الباطن، في حفر الباطن وما يعرفش حاجه عن بلده، ولما كان صغير وكبر وجاهل ببلده وبيقول لك خايف يتصور. وكان عايش في الاسماعيليه. الفيديو ده فضايح انزلك وافضحك. اصلا كان لاجئ ماشي. افضح الجواد. كان بيطردوه هناك وظبطوه، رجع عندنا بقى لاجئ وكده، قلنا حنين عليه وقعدنا يا جاهل. اسماعيليه ما فيهاش مانجا يا جاهل؟ ها؟ اسماعيليه ما فيهاش مانجا؟ طب انا قلت كده؟ طب قلت ايه؟ طب اسماعيليه ما فيهاش سمك؟ فا ايه؟ اسماعيليه سمك ايه؟ البولت. البولت. قرموط. قرموط؟ في قرموط. احنا المنصوره فلاح. يا فلاح يا جاهل. رميت يوريكم مدى جهل وسذاجه هذا العار على البلد وعلى مصر. زنديق، هذا الزنديق.